السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ممكن انكم تقطعوا هاد الزربية هذه، بما ان بزاف البنات كانوا سولوني عليها مشحال هذه، يعني وعدت تحت ليا الفرصة باش يعني باش نوريكم هاد الزربيات اللي هما كامش يعني بحال هاد النوع، او شاقي يعني اللي عندهم الشعيرات طوال. طبعا راه ممكن تقطعوهم، غير هما فيهم الانواع، كاين النوع اللي كيبقى يتسرب بحال هكا وكيبقاو يطيحوا هاد الشعيرات، يعني كيبقاو يطيحوا من بلاصتهم. الحل كاينين جوج ديال الحلول، يعني يا اما غادي تاخذوا البيستولي كيما غادي ندير انا وغادي توضعوه في هاد الجانب كامل باش تخليوه يعني كيشد الشعيرات وما كيخليهمش يطيحوا، او كاين حل اخر وانكم تاخذوا ديك البوندا، يعني هذا راه لاستيك ماشي الباندا، لكن بغيت غير نوريكم الطريقه به لان ما عنديش هنايا ديك الباندا. كتاخذوا ديك الباندا اللي كتباع كتكون في هذا الحجم هذا، يعني ما كتكونش عريضه بزاف، ما كتكونش عريضه بزاف بحال هكا. من بعد غادي تحاولوا ما امكن، طبعا هاد الشعيرات اللي قرب للجناب راه غادي تحيدوهم بحال هادو، هادو كاملين غادي فيه الخدمه هادشي، يعني غادي تحاولوا ما امكن تحيدوهم باش يبقى لكم جانب هنايا فين غادي تخيطوا، اما باليد اما بالماكينه على حسب هذا الاستطاعه ديالكم. طبعا الا لقيتوا هذه بنفس اللون ديال الزربيه غادي يكون افضل. من بعد تخيطوها، ممكن تخيطوا باليد يعني ماشي ضروري الماكينه، ديروا هذا الجانب هذا هكا هنايا، من بعد راه ماشي يبقى باين لكم وغادي تجي الزربيه مفينيه. لكن انا الطريقه اللي غادي ندير هي طريقه سهله بالنسبه للناس اللي عندهم بيستولي، هو انني غادي نجيب البيستولي وغادي نوضع، يعني الكولون نبدا من القنت هنايا باش ما يبقاوش يتسربوا ليا هادو كما كتشوفوا راهم تيطيحوا. غنجيب البيستولي من بعد ما سخنته، انا صورت لكم في الكوزينه لان الاضاءه هنايا واضحه مزيان. من بعد غادي نجيب كما قلت لكم هنا وغادي نبقى نوضع اللي ساق بهذه الطريقه هذه. طبعا انا هاد الطرف هذا بغيت غير نوريكم لان بزاف منكم طلبتوها مني، اما هذه انا ما غاديش نحتفظ بها لان ما بقيتش باغا نستعملها، يعني ضاع على هذا كتطلق الغبره وداكشي، هذه من داك النوع اللي كيتثبت في الارض، هذاك علاش غادي بغيت غير نوريكم الطريقه باش تعرفوها، لان بزاف البنات طلبوا مني هذا العمل من شحال هذه وصراحه كنسى. دابا تفكرت يعني بهذه الطريقه هذه ونخليه ينشف، يعني ما نزيدش نكمل حتى ينشف باش ما يبقاش يقيس ليا البلايص الاخرين ويضع، بهكا غادي تضمنوا ان الشعيرات ما غاديش يطيحوا، واي زربيه ممكن ديروا لها نفس الطريقه. يعني كما كتشوفوا هذه الطريقه هذه راه زوينه زوينه بزاف، ما كتخليش يعني الزربيه تفرتت او تسرب وما كتبقاش باينه كما كتلاحظوا، راه ما كاينش ما كيبانش بزاف داك الفرق. او ديروا ديك الطريقه اللي وريتكم ديال الباندا، ولكن هذه غادي تقام لكم ارخص واسهل في الخدمه. نتمنى نكون فدتكم بهذه الطريقه هذه، وما تنساوش دائما الا كتستافدوا من القناه دعموها ويعني اشتركوا وشاركوا الفيديوهات مع الناس الاخرين باش تعم الفائده ان شاء الله. نخليكم دوم، نتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد وفي حيله اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.